بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا الخطاب أردت توجيهه رأسا إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اللي نقول له ربي يوفقك ويسدد خطاك إن شاء الله في خدمة البلاد والعباد. قد يقول قائل: أنت كرئيس حزب علاش تخاطب رئيس الجمهورية عن طريق الوسائط الاجتماعية، وعلاش ما تروحش له مباشرة أو ترسل له رسالة؟ فأقول ردا على هذه الأسئلة: أولا، يعني الأمر اللي راح نطرحه هو أمر مستعجل، ولقاء رئيس الجمهورية يعني ماهوش بالسهولة وماهوش متاح دائما، وفرصة اللقاء بالسيد الرئيس قد تطول، والأمر مثل ما قلت أنه مستعجل. لماذا ماهوش عن طريق رسالة مكتوبة؟ أنا صراحة نظرا لحساسية الموضوع وتعلق الموضوع بتصرفات بعض مستشاري السيد رئيس الجمهورية، تصرفات سلبية لبعض مستشاري السيد رئيس الجمهورية هي اللي خلتني ما نبعثش رسالة مكتوبة، لأنني تراودني شكوك بأن لا تصل هذه الرسالة إلى يد رئيس الجمهورية. فلماذا أنا نخاطب الآن رئيس الجمهورية بهذه النصيحة؟ لأنه سمعت في إحدى خطاباته أطلب، قال: بلغوني، خبروني، اللي عنده معلومة يقول لي، شرط أنه هذه المعلومة وهذا التبليغ ما يكونش فيه السب وما يكونش فيه الشتم بطبيعة الحال. فأنا أقول السيد رئيس الجمهورية، مؤخرا قمتم بإمضاء مرسوم متعلق بإعادة هيكلة مصالح رئاسة الجمهورية، وهذا شيء جميل، يعني باش نحدوا أو تحدد المهام لكل إطار من الإطارات ولكل مصلحة من المصالح ولكل مديرية من مديريات رئاسة الجمهورية. ولكن سيد الرئيس، أنا تمهيدا للموضوع اللي راح نطرحه نقول باللي مسؤولين نافذين في وقت العصابة رغم الآن في السجن كانوا بسبب، أقول، شبه أوامر تجيهم من مسؤولين نافذين أعلى منهم. فكان المدراء العامون للمؤسسات، وكان الوزراء، وكان بعض الولاة اللي عندهم يعني أشياء تستقطب مسؤولين أعلى منهم، كانوا يتعرضون إلى شبه أوامر، يعيطلو ويقولو وراسك السيد الوالي وراسك السيد الوزير، افري لي هذه وافري لي هذه. بعض الولات راهم الآن في السجن، وبعض الوزراء راهم في السجن بسبب أوامر فوقية كانت تجيه يقولو أعطي لولادي وبناتي، أعطيهم 5 أو 6 سكنات، أعطي لولدي أرض فلاحية فيها 10 قطارات في التبازة أو في كذا أو في كذا، أعطي لابني تلك الصفقة في حسي مسعود أو في قطاع الطاقة. يعني هذه الأوامر اللي هي شبه أوامر كانوا يقدروش يرفضوها السادة الولات، والآن راهم في السجن بسبب سوء استغلال النفوذ أو سوء استغلال الوظيفة. يعني الوظيفة اللي راه فيها ما استغلها بطريقة سلبية، راه الآن في السجن بسببها، رغم أنه الأثر نتاع أنك تمد سكنات مثلا في العاصمة 5000 سكن، إذا كان الوالي مد 40 سكن أو 30 سكن بطريقة غير شرعية ما تبانش. أنا نقولك صراحة ما تبانش، رغم أنه فعل مش مقبول وما ناش نشجعوا عليه. إذا كان مدير عام لشركة معينة مد صفقة من بين 10 صفقات، ضرر ما هوش كبير، ولكن ما ناش نشجعوه. ولكن السيد الرئيس، ما يقوم به بعض المستشارين الآن اللي جبتهم معاك على أساس أنهم يساعدوا المصالح اللي راك موجود فيها، يساعدوها بالأفكار اللي يحملوها، يساعدوهم بشعبيتهم، يساعدوهم بمعرفتهم للجزائر. هذا الناس يزودوا السيد الرئيس بأفكار من أجل أنه يتخذ قرارات مناسبة وفعالة، حتى أنه الناس في المنابر لما يدعوا الأئمة يقولوا للمسؤول، يدعوا له يقول: اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتساعده عليه. ولكن السيد الرئيس للأسف أنه عوض هؤلاء المستشارين أنهم يتدخلوا لدى المديرين التنفيذيين أو الولايات أو الولايات الولايات، يتدخلوا عندهم باش يقولوا تلك الجهة يخصها الماء الصالح للشرب،
أو تلك الجهة أو تلك القرية النائية أو تلك منطقة الظل يخصها طريق، أو تلك الجهة يخصها بئر مائي، أو تخصها لاسينيسمو، أو تخصها مدرسة، أو يعني يتدخل من أجل المصلحة عامة. يا ريت يتدخل هذا الشيء، رغم أن هذا الشيء مش من اختصاصه. المستشار اختصاصه المساعدة في اتخاذ القرار عن طريق الأفكار اللي يحملها. هذا المستشارين من المفروض اللي هما يرفعوا منسوبية شعبية الرئيس بأفكارهم وبإيصالهم للمعلومات. للأسف سيد الرئيس هؤلاء المستشارين ولاو يستغلوا مناصبهم ويهز الهاتف ويتدخل لدى الوزير ولدى الوالي من أجل أن يظلم الناس، عوض أنه يتدخلوا باش يرفعوا الظلم على الناس ولاو يتدخلوا لتكريس الظلم أو لإحداث الظلم. أنا نعطيك عينة حدثت في ورقلة منذ 3 أيام تقريبا، وفي كناص ورقلة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكالة ورقلة تقدم 13 إطار من أجل الظفر أو التسابق من أجل المنصب نتاع مدير فرعي للمستخدمين. المسابقة عندها حوالي 4 أشهر، وعن طريق تيليكونفيرونس، معناها المتسابقين من ورقلة تكلموا عن طريق الإعلام الآلي وعن طريق الكونفيرونس تواصل عن بعد أمام لجنة، ومن المفروض أن النتائج تخرج في تلك الدقيقة، يعني كل واحد فات 1/4 ساعة أو 20 دقيقة، من المفروض النتائج تخرج ثم بعد 4 أشهر. النتائج قعدت معلقة وتخرج بتدخل من مسؤول محلي في ورقلة، يتدخل مع مستشار رئيس الجمهورية، مستشار رئيس الجمهورية يعطي أو يلتمس أو يأمر ذلك الوزير أو مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يأمره، وتنقلب النتائج رأسا على عقب. سيد الرئيس هؤلاء من المفروض أنهم يعاونوك، مش من المفروض أنهم يفسدون علينا مشروع الجزائر الجديدة الذي آمنا به وندافع عنه. نحن صباح مساء نتكلم في القنوات الخارجية والداخلية أننا نؤمن بالجزائر الجديدة وأننا نشيعها وأننا ندافع عنها، فللأسف هذه الحادثة أحدثت لا أقول ضجة ولكن إحباط كبير لما يقارب 400 أو 500 موظف في ورقلة بهذا التدخل الرأسي. ومن هنا سيد الرئيس أنا متأكد أنه هذا المستشار أنه راه يتدخل في كثير من الجهات، مش غير في ورقلة، يتدخلون لدى المديرين، يتدخلون لدى الولاة، يتدخلون لدى الوزراء من أجل أنهم يأخذون حق الناس يظلمون صاحب الحق ويأخذه من لا حق له. فهنا الخطر سيد الرئيس، وأنا من هنا أقول يا أيها المعلم لغيره يا ريت لنفسك كان هذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذوي الظنى كيما يشفو به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. احنا كنا نعيب على ممارسات زمن العصابة، وللأسف بعض المستشارين يحاولوا يرجعون إلى هذا الشيء. سيد الرئيس لما جابكم باش تعاونوه، جابكم باش تنصحوه، جابكم باش تتدخلون على الأقل من أجل المصلحة العامة، أنك تتدخل باش تكرس الظلم فهذا شيء غير مقبول. حافظوا على الجزائر، لأنه سقوط نظام بن علي في تونس كان بسبب البوعزيزي هذا المحقور، ضربته بوليسية بكف على جال الطابلة تاع خضرة سقط نظام. سد مأرب في اليمن معروف، سد مأرب سد قوي، ولقد هد فأر قبل ذا سد مأرب، الفار قاعد ينبش في هذا السد حتى دار كوارث كما الكوارث اللي صارت في درنا في ليبيا رحمة الله عليهم. حافظوا إخوتي على الجزائر. سيد الرئيس أنا أقول لك أنا ما نتكلمش من فراغ، أنا مستعد أعطي اسم المسؤول المحلي اللي تدخل من ورقلة، واسم المستشار اللي تدخل لدى المدير العام للصندوق الضمان الاجتماعي أو وزير القطاع لا أدري عند من تدخل، وسلب حق الرجال ليؤخذ بغير استحقاق. هنا يقع الإحباط. إذا كان فيه جهات رسمية اللي تحتاج هذه المعلومات فأنا على استعداد، وهذا كله خوف على بلدي من أجل أننا نثق في الجزائر الجديدة ليثق فيها كل الجزائريون. فلا نرضى سيد الرئيس أنه مشروعك اللي آمنوا به كثير من الجزائريين يروح في الرجلين. بارك الله فيكم، السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.